هلا نحن ناويين نتجوز انا وابو ابو جوزيف، عرفتي كيف؟ وما قابلاني انها تكون شبينه، ما عندنا مشكله ابدا. عم نمزح نحن. اكيد بتغار، ما قلت لك، بس مش مثل الاول. الاول كانت غيرتها عميه، صرت ضيعني، تعدني بلا اكل تحسبني. من جبتي منين هالجمال؟ مش معقول عغفلت عين قلبي مال على طول، سهرت عيوني وداب عيوني ومين مسؤول؟ مين انا؟ واحد عمره 107 سنين، مرات تجاري هو بالجبل. قلت له عمي سليمان، اسمه سليمان، شو بتاكل توصلت بالعمر؟ قال لي مش قصيت اكل عمي، بس ميتت مرضي بستين سنه مشان هيك طول عمري. عندي جاره مره هون كنت حاطه نوبره، اجى جوزها مش ادم كثير، فات وين كنت يا كذا؟ قلت لها هو هيك، قلت لها كل، قلت لها لا، قلت لها كل، قلت لها من عدا جوزي وصفته بشي. قالت لي ليه؟ يي تعمل لي يي مش عرفتك مجذوبه. قلت لها ليه مجذوبه؟ ما زالوا بالبيت من بكره العشيه اجروا اجروا. قال ايه هيك هلا صار شيء ثاني. حبك وبغاري ويلي من الغيري شعلتي النار، من نظره صغيري لو عقلي طار. لا مش قصه كبيره، لا 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 لا. لوقت طويل كانت الغيره حارسي للحب، ولكن بكتير من الأحوال بتأدي إلى اختياله. بيقولوا غيرة الرجل عبادة وغيرة المرأة كفر، وبيقولوا أيضا من الحب ما قتل. ولكن ما أكبر الفرق بين الحب والغيرة؟ فالحب الكبير بيولد الغيرة، والغيرة الشديدة بتقتل الحب. المرأة غيرتها بتدمر، يعني ممكن تستجيب لعاطفتها تدمر، بينما الرجل إذا فكر بضل متماسك أكتر. الاثنيناتهم بغاروا، اثنيناتهم بغاروا، بس حسب انه كيف بيكون الرجال او كيف الست او كيف اخذي فكره عنه، يعني عرفتي كيف؟ بصير تشك بكل شيء. هي المراه بتغار اكثر يعني، بس انا ما عنديش منها هاي، لانه مش بقولوا مرتاحه بالبيت، يعني عارفه شو عنده. اكيد واحد اذا شاف مرته يمكن فلان عم بيطلع فيها ولا عم بيبوسها، اكيد بده يسكر راسه. بس انه بالمبدا الغيره بتخرب بيوت، واللي ما عنده ثقه بالشخص الثاني ما يقعد معه. إذا مرة مش حلو جوزها حلو بتغار عليه، العكس أصلاً اثنيناتهم بيغاروا، حسب كيف واحد بيتصرف. إذا مرة تعمل حركات وهذا رجع بده يغار عليها، والعكس تمام. أكيد يعني أنا كان عندي ثقة بحالي وما كنت غار على جوزي. بلا تعرف مين حكي معي على التليفون، بلا تعرف مين طلع معي، مين نزل معي، إيه أنا ما بسألها هيك، لو بتحكي كل النهار على التليفون، شفتي كيف؟ لأنه الواتساب هيدا هو خرب الدنيا، كل واحد بيعرف. كنا قاعدين عم شبعه واتساب واتساب، بتلاقيه بيقوم بيقعد على الكمبيوتر، بقول له بدي كسرك الكمبيوتر. كيف انت بتحكي على الواتساب؟ تقريبا الرجال عنده شويه تعنيد والمراه ناشفه، لانه ما بتاخذ بتعطي زياده. قرب ليلك بانوار، ليلك بانهار، تحتك شكوى عيونك نار، عيونك نار. آراء مختلفة بين الناس حول موضوع الغيرة، وهل ممكن الغيرة انها تؤدي للقتل؟ اشياء سخيفة بتعلي، بس غيرة الرجل مأزية أكتر، لحق وغار الزلمة بيأذي المرأة، بس المرأة قلبها طيب، لو غارت بكلمة حلوة بترضى. نينو بغاروا على بعضهم، إذا كان في عاطفة وفي حنية بالبيت وصدق. الغيرة حلوة، بتورث المحبة والحب وبصير في تقدم بالعلاقة، بس مش غيرة للموت والحقد والقتل. أكيد أنا ضد القتل لآخر العمر. حسب مفهوم الرجال، إذا مفهومه عنفة ممكن يؤدي للقتل، بده يكون في سبب جوهري ليؤدي للقتل، خيانة، لعب على الحبلين، في عم بيصير في قتل، بحس إنه مدى مرته عم تعمل هيك أم هيك بيزيها بيقتلها. هلا طبيعي، هلا إنه تصور إنه شايف جوزها عم يحكي مع وحدة، أكيد إنه عرفتي إنه بتغاري شوي، بس إنه مش إنه راح يقتله يعني. لا لا بدي أقتله. الغيرة حسب نفسية الشخص بتبقى، حسب تربيته، وين عيش، وين ربيان، وكيف الجو اللي عايش فيه. ليش بدي غار؟ خليها تنبسط وانا انبسط، شو هالمشكله؟